مع كامل الأسف، لو أن التربية لعبت الدور ديالها كما يجب لكان النظام أحسن، ولكن لاستفاد الجميع. هناك من النساء من يريدنا الدخول وتشجيع الفريق النسوي، ولكن مع كامل الأسف قلة التنظيم وكثرة الجمهور وعدم الولوج إلى مدرجات حال بيننا وبين الاستمتاع بهذه المباراة التي نتمنى للبؤات التوفيق والفوز بهذه الكأس الثمينة التي نتمنى أن تكون من نصيب المغرب، حتى لا يخيب ظن هذا الجمهور الذي حج بكثرة إلى هذا المركب الرياضي المعروف ألا وهو مركب مولاي عبد الله. على كل، انا كنشكر الساهرين على التنظيم ديال هذه التظاهره الكبيره. حنا فخورين ان المغرب قدر ينظم هذه التظاهره وان الفريق الوطني يوصل للنهائي ديال الكاس من اكبر الكؤوس اللي كتنظم على الصعيد العالمي ماشي غير افريقيا. فالشكر والدعم للناس اللي سهروا على هذا والدعم للفريق النسوي. غير كان عندي واحد الاشاره صغيره، احنا عيالات جينا نشجعوا اللبؤات، فكان عندنا واحد تكون عندنا واحد شويه الاسباقيه اولويه اننا حنا الاولين ندخلوا ومن بعد يدخلوا الرجاله، ولكن حنا خوت، حنا مغاربه والتوفيق ما قدرناش ندخلوا براقينا، ولكن كنتمناو التوفيق للبؤات وفخورات فخورات فخورات كمغربيات. وشكرا شكرا لكاع الناس اللي دعمونا. اولا حنا جينا من تيرودنت، صلينا الفجر وانطلقنا، فاذا بنا لقينا فوضى عارمه، المغاربه معروفين بالنظام وباليقظه ويعني وبكل شيء، يعني كيحتاطوا لجميع الوسائل، ولكن هذه المره بالضبط ما عرفش نوقع. فين ما مشينا تيقول لك التيران عامر، حنا جينا بغينا نتفرجوا. يعني لبؤات الاطلس يعني فرحوا المغاربه، فرحوا افريقيا ككل، وكنتمنوا هذه المقابله الاخيره اللي هما بينهم وبين جنوب افريقيا ان شاء الله يفوزوا بها ويبقى الكاس في المغرب ودائما المغرب. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.